بلاد حبال الله أمنا وكعبة يصلي إليها الناس فرضا محتما. إرشاد الحجاج الخارجين من الحرم والمتوجهين إلى الفنادق وإلى المواقف الخاصة بالباصات. خلال 10 أيام الأولى وصلنا إلى فوق تقريبا 70 إلى 75 ألف حالة. جينا لنخدم ضيوف بيت الله الحرام. الشباب زي الورد، شباب 100% هنا، شباب زي العسل. أكون الطالبات أو المتطوعات بصفة خاصة بفرش الصفر ومساعدة دفع العربيات والحشود. تحس بامتنان وفرح إنك قاعد تساعد وتعطي اللي في عندك بس عشان تنبسط انت اصلا قبل انه تأدي شغلك هنا. احنا في الحرم شعور روحاني جدا، وانك تخدم ضيوف الرحمن. ومن امها من اي قطر وبلدة، ومن امها من اي قطر وبلدة ومر على الميقات لبى. مركز إيثار للأعمال الطلابية التطوعية بالمدينة المنورة. الحمد لله ينتظم الآن أكثر من 200 شاب كشاف في هذه المبادرة في هذا المركز. أن أهل المدينة لازم نخدم اللي هو زوار المدينة، إذا ما خدمناهم يعني هذا ما هو فضل ولا هو منا، هذا واجبنا. لقوني في الحرم، مرق من الحرم وتون دار الدكتور قال لي ورحنا نوديك طوالي جابوا العربية يسامون، جزاهم الله خير. خطوة جدا جميلة من وزارة التعليم بتاحة الفرصة للطلاب بخدمة ضيوف المسجد النبوي الشريف.